هنا قصة أحببت أن أقرأها على مسامعكم. هذا كتاب سير أعلام النبلاء، هذا كتاب سير أعلام النبلاء. القصة هنا ذكرها عن أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله. كان عندنا بالظفرية دار، ايش سمعتم؟ كلما سكنها ناس أصبحوا موتى، كلما سكنها ناس أصبحوا موتى. قال: فجاء مرة رجل مقرئ، مقرئ أي أنه معروف بالقراءة وبحسن القراءة وبالعبادة. قال: فجاء مرة رجل مقرئ فاكتراها، يعني يأتي أناس يكترونها، هذه يسكنوا لهم مدة أيام ويذهبون، يصبحون قتلى موتى. قال: فاكتراها وارتضى بها، يفهم منه أنهم قالوا هذه الدار من بات فيها أصبح ميتا. قال: فارتضى بها فبات بها وأصبح سالما، فعجب الجيران وأقام مدة، يعني في هذه الدار أقام مدة وهو في سلامة ما أصيب بشيء. قال: وأقام مدة ثم انتقل، فسئل لما انتقل من هذه الدار، سئل يعني كيف سلم في هذه الدار، فقال: لما بت بها صليت العشاء، هذه واحدة، وقرأت شيئا، أي من القرآن، وهذه الثانية، والقرآن يصرف الله به ويدفع الله عن صاحبه من الشر ما يدفع. قال: وقرأت شيئا وإذا شاب قد صعد من البئر، الدار هذه في داخلها بئر، الدار في داخلها بئر. قال: وإذا شاب قد صعد من البئر، هذا الشاب من الجن. قال: فسلم علي، سلم علي. قال: فبهت، أي أصيب بالخوف، أصيب بالخوف، ولا شك بطبيعة الإنسان هذا وما هو فيه من الضعف، يعني أنه يخاف من مثل من يضر عليه بالصورة هذه ممن لا يعرفه. قال: فبهت، فقال لي: لا بأس عليك، معنى لا تخف، ما حولك شيء ولا أريد مؤاذاتك. قال: لا بأس عليك، علمني شيئا من القرآن. فشرعت أعلمه، فشرعت أعلمه، انقلب الآن مدرسا، والجن طالب علم وفي الدنيا عجائب. قال: فشرعت أعلمه ثم قلت: هذه الدار كيف حديثها؟ يقول الجن هذا الذي يتعلم على يديه: كيف حديثها؟ قال: نحن جن مسلمون، نحن جن مسلمون، نقرأ ونصلي، وهذه الدار ما يكتريها إلا الفساق، هذه الدار معدة للكراء للوافدين والغرباء، والغالب على الغرباء أن يأتي بحضل عن سكن ربما ما يتنبه يسأل هل هذا السكن فيه جن أم لا، يأتي يسكن باعتبار مشي ليلة أو أيام وليال فيحصل ما يحصل. قال: وهذه الدار ما يكتريها إلا الفساق، فيجتمعون على الخمر، يجتمعون على الخمر، فنخنقهم، فنخنقهم. قلت: ففي الليلة، ففي الليل أخافك فجيء نهارا؟ قال: نعم. فكان يصعد من البئر في النهار وألفته. سمعتم يا رجال، يعني الجن هذا تناسب مع الإنس هذا بسبب أمر الدين، بسبب أمر الدين، فالدين يجمع بين الناس على الاستقامة وعلى الورع وعلى الأدب وعلى الخير، ويباعدهم عن الشر، لا إله إلا الله. المهم بقي في القصة أشياء، يعني المغرض منها ما سمعتموه منا، ونستفيد من هذا أن الشخص يتسلح بالقرآن ويتحصن بالأذكار، الأذكار الشرعية
الصباحية والمسائية وعند النوم عند اليقظة وفي غير ذلك، بحيث يبقى الشخص محصنا حتى لا يعني لا تفتك به ولا تطمع فيه الشياطين، شياطين الجن بل حتى وشياطين الإنس. فالشخص متى كان قوي الصلة بالله عز وجل هذا من أعظم أسباب حفظه من قبل الله والدفاع عنه والتأييد له. فنحرص يحرص طالب العلم على هذه الأمور الطيبة. نستفيد من هذا خطر الفسق والفجور على أصحابها، وأن الفاسق والفاجر يعرض نفسه لما لا تحمد عقباه عند الله وعند خلقه ممن لا يرتضي سيره ولا يرتضي طريقته وسلوكه. فالاستقامة على الدين فيها منافع عظيمة للشخص، كم يدفع الله عنه، كم يدفع الله عنه إذا استقام على الدين، يدفع الله عنه من آفات ومن أمراض ومن مؤذين ومعادين ومحاربين ومتآمرين. فالحاجة كبيرة كبيرة إلى الاستقامة على الدين. فيا طلاب العلم ويا شباب، المطلوب أن تستفيدوا مما أعطانا الله من الدروس والتعليمات والنصائح والمواعظ. هذه فرصة لنا جميعا أننا نحرص عليها.